للعياطي ثم بومشرى رضا لم يستغل جيدا الفرصة لافتتاح باب التسجيل ليعود بعدها اللاعب ذاته مرة أخرى بعد فتحة متقنة من حميدي، لكن هذه المرة الحارس طوال كان في المكان المناسب. رد البجوية كان بتسديدة المستقدم سليم بوخنشوش التي لم تشكل خطرا على الحارس مويسي، والمرحلة الأولى كان فيها التفوق للدفاع على حساب الهجوم ومن كلا الجانبين. بداية الشطر الثاني من المباراة لم يختلف عن سابقه، استهلوا أصحاب الضيافة بتسديدة رضا بومشرى التي حركت الأنصار المساندة والمؤازرة لرفاقاء عواد. الدقائق تمر وضغط الاتحاد تواصل، لكن دائما ما وجد دفاعا صلبا يقظا أبطل مفعول كل المحاولات، لكن هجوميا الموب لم يقدم شيئا يذكر. هنا محاولة بن عبد الرحمن وجدت الحارس طوال منقذا الموقف وجارنا اللقاء إلى الوقت الإضافي. الشوط الأول منه لم يحمل جديدا عكس الثاني الذي استهله الاتحاد بمحاولة فقيح مضيعا فرصة تهديف. نعيش الدقيقة الرابعة من هذه المرحلة الثانية الإضافية، ركنية منفذة من البديل إسماعيل خرباش تجد رأس فارس بن عبد الرحمن الذي حرر الأنصار وأطلق العنان لحلم توهج الصفراء مرة أخرى. بينما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، سليم بوخنشوش كاد أن يعدل النتيجة لولا تعاطف العارضة مع الحارس مويسي وتأهل مستحق للاتحاد الحراشي، فيما تفرغ الموب لتحسين وضعيته في البطولة.